محمد اجرا الفعالية اليوم في عنا تخريج لنادي الشتوي نادي الأبطال. اليوم عملنا احنا حفل تخريج لمخيم أو نادي استمرت مدته من 1/1 لليوم. كانت في فعاليات ترفيهية وثقافية وتعليمية وتكنولوجية وتدريبية، والحمد لله يعني تم تخريج 150 طالب وطالبة من طول كرم ومن قرى طول كرم، وحتى في كمان زوار زائرين من دبي ومن الأردن، وتشرفنا فيهم جميعا.